أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أخذت من البنك دينا بالتورق، ولما أردت أن آخذ دينا آخر قالوا نعطيك آخر لكن تسدد منه باقي قيمة الأول كاملة وتأخذ الزائد من الثاني، فهل هذا جائز؟ لا، الشرط هذا لا يجوز، هذا يكون من قلب الدين على المعسر، ولا يجوز هذا الشرط. نعم.